السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا مرتاحين. نحن متوجهين إلى سوق السنك لبيع العدد اليدوية وأغراض السيارات. مثل ما طلبتم من عندي راح أصور لكم إن شاء الله، بس أطلب من حضراتكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. خليكم ويانا. السلام عليكم، شلونك؟ اسم بالخير. سيوف حبيب، هاي شنو هاي الجكات؟ هذا جديد. هذا جديد. ايش قد سعره هذا؟ 15000. وهذا ب10. وهذا ب10000. وهذا العفو، هذا ب10. ظني الدهن ب15000. هذا الدهن تفصيل ب15000. هذا صيني. هذا صيني؟ اي. هذا 25. هذا سعره 25. هذا ب20. وهذا 18. وهذا 18. 8 طن. 8 طن؟ 10 طن. طنين. وهاي عفو. لنا كلها على 10000. وهذا جاك عربانة ما سيارات عالية، طنين وربع. عربانة ما سيارات عالية طنين وربع. 45000. هنا ايش عندك؟ هذه تريلات من زحمة. هذا كوسرة بوليس. هذا كوسرة مال بوليس. مال بوليس 25000. هاي كوسرة عادية ب20. هاي كوسرة عادية ب20. هذا 25. هذا شنو هذا؟ دريشة. دريت شحن 25. هذا 35. ثاني 45. هذا على 45 وهذا على 45. وهذا العفو 20 كهربائي. هذا 20 كهربائي. هذا الباور. هذا 25. هذا خمس سرع 25. هذا بلور خمس سرع ب 25000. ها شنو العفو؟ هذا كومبريسر مال تيارات. كومبريسر مال تيارات قد سعره؟ 27000. هذا دريل لقمة شحن 70. هذا دريل لقمة شحن 70. وهاي بيش هذا السيت مالك؟ هذا 108 قطع ب 55. 108 قطع 55000. هذا درنفيس فحص مال الفيوزات، ايش سعره هذا؟ هذا ب 2000. وهذا ب 3000. شوف هذا المحل ايش يعرض. دخلنا 25. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ شلون صحتك؟ أهلا مرحبا. الاسم بالخير. مصطفى. مصطفى من أبو العدد. أهلا ومرحبا. أهلا مرحبا. إيش عندك اليوم شوفنا؟ عندي ألنكي، عندي درنفيس. ألنكيات؟ شنو اللي خلينا نشوف ده. شغلة هاي شنو هاي؟ إيه. هذا سيت لقم ربع 3/8 وأبو النص. سيت كامل. سيت كامل إيش سعره؟ هذا سيت كامل 14 قطعة سعره 10000 دينار. 10000 دينار. نعم. 14 قطعة. هنا عندك لعابات 8 10 10 11 12 13 14 15. الأحجام كلها سعره 3000 دينار. سعره 3000 دينار. نعم. هذا شنو هذا؟ هذا سيت ألنكي. سيت ألنكي أصلي أو أكو عادي؟ هذا سيت ألان كبير. سعر هذا الأصلي؟ هذا سعره 18000. 18000؟ إيه. وهذا سعره 15000. هذا شنو العادي؟ هذا العادي. هذا 15000. 15000. وهذني شنو ذي العادي؟ هذا عندك لقمة أسود سيت كامل. عندك سيت كامل يجي من 10 من 8 لحد 24 سعره 10000. سيت كامل. هذا سيت اللقم كامل. جا سعره؟ إيه سعره 10000. سعره 10000 دينار. وهذا اللقم الاسود ايش سعره هذا؟ هذا عندك ابو الانج اللي هي فتحه كبيره. ها؟ اي هذا ابو الانج؟ ابو الانج. وعندك هذا ابو الثلاث ارباع. هذا ابو الثلاث ارباع. عندك هاي اللقمه ابو النص. ايش سعره ذني؟ اكو سعر 3000، اكو سعر 4000، اكو سعر 5. يعني من 3 الى 5. اي من 3 الى 5. حبيبي مصطفى، ايش عندك تعرض لنا بعد؟ اعرض لك اليوم. اعرض لك سيت سباين. هاي سيت سباين بيش؟ عندك سبانه من 6 لحد ال 14. من 6 لحد ال 14 سعره 1000 دينار. سعره 1000 دينار؟ اي. ومن ال 15 لل 19 سعره 2000 دينار. سعره 1500. من ال 15 لحد ال 19. لحد 19 سعره 1000 ونص. 1000 ونص. وعندك من ال 20 لحد ال 22 ب 2000. ومن ال 23 لل 26 سعره 3000 دينار. اي. نرجع على القارصات. هذا عندك بلايس رينج. بلايس 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 لقلق يسمونها. لقلق. اي. عندك هذا نوع وهذا نوع الثاني. وعندك هذا النوع الثالث. وعندك هذا النوع الرابع. ايش سعره هذا؟ هذا سعره 10.
هذا سعره 4000 وهذا سعره 5000 وهذا سعره 5000 اي نرجع على الفخات. الفخات الفيفا مال الحديد الامريكي فخه مال فيت بام مال فيت بام اي هذا النوع سعره 15000 وهذا النوع اللي مال البلاستيك سعره 10000 دينار. اي نرجع على الراجز السلايد راجز السلايد اي هذا الراجز السلايد زين ليش هذا الراجز هذا سعره ماركه مالته ماركه جوستر اصلي جوستر اصلي نعم سعره 15000 دينار 15000 دينار اي نرجع على السكولات هاي سكول اسبانيا ايه السكوله هذا عندك سعره 5000 هاي بخمسه الحجم الصغير الحجم الكبير سعره 6000 والحجم الكبير سعره الأكبر. سعره 7000 دينار. هذا الماركه اسمه الماركه مالته الامريكي الاصلي مو الاصلي اللي الحجم الثاني درجه اولى يعني هذا الجو شو اسمه الجوستر جوستر ايه حبيب مصطفى ما ايش عندك حبيبي هذا شيت مال شيت اسبان ابي 8 قطعه 8 قطع اي اي الماركه هنديه هندي ايش السعر هذا 8 قطع سعره 6000 دينار 6000 دينار اي روح حبيبي تاكه وهنا 12 قطعة 12 قطعة هم هندي هذا؟ نعم هندي عندك من الستة لحد ال 22 12 قطعة سعره 10000 دينار من الستة إلى 22 سعره؟ سعره 10000 دينار 10000 دينار هنا سيت لقم عندك هاي سيت اللقم؟ أسود الضغط سيت كامل الضغط سيت ايه. كامل؟ من 8 لل 24 من 8 لل 24 مع تطواله مع راجز ويا تطواله والراجز مالته ايش سعره؟ تايوان سعره 20000 تايواني سعره 20000 نرجع للسيت ال 38 اللي اقل من النص زين سيت لقم تطواله ولعابه وراجز سعر السيت 15000 15000 نعم حبيبي مصطفى هذا ايش الدم نفيس هذا؟ نفيس جوستر عدل مربع جوستر ألف. عدل ومربع ايه. سعر 1000 دينار؟ سعر 1000 دينار هنا عندي هذا التوتال سعره 1000 زين وعندي هنا الجوستر جوستر سعر القطعة 1500 1500 ايه هنا عندك بلايس وعندك كتر وعندك لاوية ولاوية عوجة لاوية عوجة ولاوية ايه. وكتر وبلايس ايش قد اسعارهم ذني؟ هاي سعر القطعة 3000 دينار هذا ب 3000 هذا ال 3000 دينار اي هذا الماركة اللي محسن ماركة محسنة هاي ارجع هنا على الراجز هذا الراجز عادي سعره 4000 هذا الراجز سعره 4000 دينار؟ نعم هذا الراجز سعره 6000 هذا ب 6؟ اي هذا الراجز سعره 8000 دينار هذا ب 8000؟ نعم وعندي هذا الراجز ب 3 فقرات شوية قربة هذا نص نص وثلاثة ثمان وثلاثة ثمان وهذا ربع وهذا ربع هاي الماركة كينج توز سعر الراجز 10000 دينار هذا ب10000 دينار ايه. نرجع تجون يم مصطفى راح اعوف لكم تليفونه نعم طيب وما يقصر وياكم اشكرك حبيبي خادم انا عندك هاي اللعابه اللي فيها ثمانية هاي اللعابه سعرها 5000 دينار سعرها 5000 دينار جاي تنشر على اليوتيوب سعرها 10000 هون هنا بالجمله 5000 عاش تيزه عندي هاي الستيل الاصليه هاي ستيل الستيل الاصليه ايه. سعرها 7000 7000 هذا العادي ماله سعره 5000 هذا العادي ما سعره 5000 هاي تشاكوش هذا تشاكوش سعره 5000 دينار هذا سعره 5000 دينار فخه درايم شفت فخه درايم شفت درايم شفت ايش قد سعرها؟ سعرها 13000 بالجملة 13000 بالجملة منقنة صغيرة منقنة صغيرة سعرها 7000 دينار 7000 دينار فخ الديسك فخ الديسك عندك هذا نوع هاي فخ الديسك بريك اي هذا نوع هذا نوع وعندي هذا النوع هذا النوع الثاني هذا سعره 10000 هاي ب 10 وهذا سعره 10000 هم ب 10 اي اكو جماعه على خدمه التوصيل يوصلوا لك اياه ب 20000 انا بسنك عنواني سعره 10000 دينار عشتيزه اوكي وعندي راجز هذا النوع هذا بالربع وعندي هذا ب 3 8 وابو النص سعره 4000 دينار وهذا سعره 4000 دينار حبيب مصطفى هاي ناي ها شنو هاي؟ هذا فخه مال ديسك مزدوج فخه مال ديسك مزدوج؟ مزدوج ايش قد سعره هذا؟ هاي سعر سيت سعره 25000 سيت ب 25000 شنو صنعته هذا؟ هذا صناعته صيني بس درجة أولى صيني درجة أولى
هذا سيت لقم. هذا اللقم سيت. سيت 95 قطعة. 95 قطعة؟ إيه نص وثلاثة ثمان وأبو الربع. نص وثلاثة ثمان وأبو الربع. أبو الربع. ويا الراجز ماته؟ ويا الراجز الملحق القصير والطويل. الملحق القصير والطويل هذا. هذا نوعيتين. نوعيتين. هاي الماركة جيدة. سعر السيت 50,000. سعره 50,000. نعم. عندك ألنكي أصلي جوستر. هذا ألنكي أصلي جوستر. جوستر. أبو القبضة. أبو القبضة. إيه. سعر السيت 20,000. سعر السيت 20,000. أصلي. أصلي. أرجع هنا على هذا السيت. سيت اللقم. الكينج توز أصلي. كينج توز أصلي هذا؟ إيه. سير 45 قطعة. 45 قطعة. إيه مع اليدة العزم مع الراجز تطوالة والسلايت واللعابة. سعر السيت 40,000. 40,000. ماركة الكينج توز. كينج توز. إيه فدشي راقي. شنو هذا الدريل؟ هلا حياتي. هذا دريل هواء. هذا دريل هواء. ضغط. ضغط. إيه الماركة تيتان. ماركة تيتان أصلي. إيه الحجم ماله 820. حجمه 820. إيه سعره 75,000. سعره 75,000. وعندك هذا اللي هو شركة جوستر. سعر القطعة 75,000. 75,000. إيه ومع الملحقات عندك سيت 53 قطعة. سيت 53 قطعة هذا؟ إيه. عليكم السلام. كم سعره؟ هذا وراي. سعر السيت 15,000. 15,000. نعم. عاش تيده. هنا محل مال جلوبات وفي اش مال سيارات نشوفه. سلام عليكم. شلونك غاتي؟ شلون صحتك؟ الاسم بالخير. تمام ابو حسين. تمام ابو حسين والنعم. شو عندك تعرض لنا؟ عندنا ماركه اوسرام. هذا راح تشوف لنا ليد زينون. ضمان بست شهور واكو ضمان سنه. بس عيد ان الله يخليك. وين هو؟ 450 واط. هذا 450 واط. اي هذا 850 واط. هذا 850 واط. شنو هذا العفو؟ ليد ليزري. ليد ليزري. قوة الزينون. قوة الزينون. يقعد قاعدة بلادية على السيارة يعني. ما يقعد قاعدة بلادية على السيارة ما بأي تحوير. ايش قد سعره؟ بس اشوفك اول شيء الانواع مال القوة. ايه. 450 واط. هذا القوة مال 450 وهذا 850 واط. هنا عندنا 1200 واط. وينه؟ هذا 1000. 1200 واط. 200 واط. 1800 واط. هذا 1800 واط. والمفاجأة 3000 واط. هذا ضمان هذا السنة. مفاجأة شارع السنك 3000 واط. وضمان سنة. وفي ضمان سنة. هنا تجون يم أخ تمام أبو حسين أعوف لكم تليفونه. اي شيء تحتاجوه ما يقصر وياكم. بعد كل ارقام السيارات يعني كل ارقام الجلوبات موديلات السيارات وكل الموديلات السيارات موجوده عنده. بعد ايش عندك؟ عندنا ماركه الاوزون. وين الاوزون؟ اوزون. اوزون هذا اللي هذا الاوزون. هذا 1800 واط وضمان 1800 واط. ضمان ايش قد؟ 6 اشهر. ضمان 6 اشهر. بعد وعندنا ماركه توبيس. هذا شنو العفو هذا؟ توبيس 850 واط. توبيس 850 واط. هذني كلهم ضمان. بس العفو اسعارهم. هذا السعر مالته 65,000. هذا 65,000 وهنا اللي شفناه. الأوزوم 75,000. هذا تبدي الاسعار من 40,000. هذا تبدي الاسعار من 40,000. 450,000. 450 واط 400. 40,000. 40,000. 60,850. وهذا ابو 850 واط 60,000. عندنا هذا 70,000. هذا 1870. وهذا ابو 3000 قلت لي عليه. 3000 هذا في ضمان سنة. 100. هذا سعره 100,000. فيش عندك؟ فيش ما شنو مال يعني انت اللي تحب تعرضه. فيش عندنا هاي برا هاي شنو العفو ذني؟ هاي كتفات مستعمل وجديد. كتفات مستعمل وجديد. كل انواع الكتفات. كل انواع الكتفات. فيش الرف البرا هاي الهورنات. هاي الهورنات مستعملة؟ هاي هورنات مال برادو. هاي كل انواع الفيش.
هنا محل تمار راح اعرف لكم تليفونه بالوسط. هذا ب 13 هذا شاهين هذا ضمان 6 شهور ذي على 10 هذا اللد هاي اناره فول يعني اناره فول ايش قد سعره بعد للشارجر تبعد الالنتراس الحديثه شارجر والالنترا الحديثه 2022 عندي هاي بها لد نهاري هذا لد نهاري لا هي عامه لد نهاري هاي لد نهاري وعدسة عالي ناصي عدسة عالي ناصي بي لد نهاري بضمان سنة ايش قد سعرها؟ هاي 100,000 100,000 العفو 200,000 200,000 العفو هاي سعرها 120,000 وينها؟ هاي اللي هاي سعرها 120,000 ضمانها 6 شهور ضمانها 6 شهور وعندنا محولات الزينون كل الأرقام هاي محولات؟ هاي محولات الزينون هاي ضمان 6 شهور هاي ضمان 6 شهور موجوده جلوباتها تبعد على كل انواع السيارات السلام عليكم شلون غاد شلون صحتك كله هاي البلكات اذا امكن تشرح لنا عليها الله يخليك حجم 16 هذا حجم 16 اي هذا من شامات امريكا شامبيون اسمه العفو اسمه شامبيون شامبيون اي الحجم مالته 16 يشتغل ابي وبتري يشتغل هواي سيارات بالنسبه ابي وبتري هواي سيارات يشتغل بالنسبه للايراني للاصفر الصيني غير الاصفر الايراني الصيني هذا 14 16 هذا 14 16 الانترا اكسنت وهواي سيارات هواي سيارات هنا انا جد اسعارهم ذني العفو كل شيء بسعره كل شيء بسعره اكو جديد مستعمل واكو جديد الجديد هم بصيني وبي اصلي صيني وبي اصلي بعد ايش عندك العفو؟ هو المستعمل والجديد هذين يكون نفس الشيء اي وهاي وحده وان شاء الله الاخ بالنسبه للجديد اكو هو اللي بلك بشكل عام ايش بيه؟ اكو بي ريزيستن يعني مقاومه داخليه اكو بي مقاومه داخليه يشتغل عليه من على البخاخ يشتغل على البخاخ يعني على النوزل على النوزل بدون مقاومه اكثر شيء يشتغل عندنا على الكابريتر يعني سيارات الكابريتر سيارات الكابريتر القديمه وغيرها القديمات هاي شنو هاي العفو؟ هاي فيت بومات فيت بوم؟ جد اسعارهم ذني هاي نماذج بس اللي بس هاي نماذج؟ هاي هاي ليش خلينا جد اسعارهم ذني كل شيء بسعره يعني مثلا اكو ب 10 اكو ب 7 واكو ب 10 واكو ب 15 هاي فيت بومات شنو صناعتهم ذني العفو؟ هو غالبيته صيني بس مين مناشئ عندنا تايوان اكو تايوان واكو صيني واكو بس هو غالبيته الموجود كنوعيات هذني العفو هذني جد اعطيني نبذه على اسعارهم نبدا على سعره اي والله بالنسبه لل 16 المستعمل يطلع سعره احنا طبعا اسعار مختلفه سعره 5000 سعره 5000 وهذا بالنسبه لل 16 الاعتيادي 16 الاعتيادي المستعمل وال 14 16 الليزري مال الانتر اكسنت الحديث يطلع سعره 8 يطلع ارخص نفس القياس اللي هو على الخليج يشتغل يطلع سعره 5000 او 6000 جزاك الله خير حياك الله كل خير السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عيون الله يحفظك الديسكات شوف اني انا الله يخليك عيوني هاي انواع الديسكات مال انواع السيارات مثلا هاي ماركه كوريه ماركه هاي كيو هذا الديسك مال ستاركس هذا مال ستاركس اي من موديل 2008 لحد 2020 هاي ماركه كوريه هذا يطلع سعره 16 دولار يعني ما يقارب 22-23 ألف تمام بعد هذا مال باص يورفان زين اسمها سياره نيسان يورفان عالي ناصي تمام هاي ال 14 راكب هذا الديسك الامامي هاي الماركه الكوريه يطلع سعره 9 دولارات يعني 13 ألف اي وهذا مال لاند كروز ولكزس لاند كروز ولكزس نعم ايش قد سعره هذا يطلع سعره 13.5 دولار يعني 20 ألف هذا تمام وهاي عندك كل انواع السيارات الكوريه اليابانيه وهاي الماركات قدامك ايش اسمك انت انا فيو فيو اي نعم والنعم منك ممنونك انا حبيبي الله يسلمك تدلل هاي الهورنات السلام عليكم قد ايش عالم لنا مثلا عندي ب 10 عندي ب 15 هذا مال ايش هذا؟ هذا بوش بوش؟ بوش ايش قد سعره هذا؟ هذا سعره 25 25,000 هذا شنو ماركه مالته؟ هذا تقليد صيني تقليد صيني شايف اكو هنا أنا بالا يعني بالات؟ اكو بالات واكو جديد هذا اللي مال ايش ذني؟ هذا مال سيدان مال سيدان مال سيدان جديد وهذا عندك مال براد الياباني الاصل هذا براد الياباني الاصل سعره 15,000 وهذا قد سعره؟ هذا سعره 10,000 10,000
طاب قد السعر هذا؟ أكتب 10 و أكتب 15 عندك هذا البرتقال المال شنو هذا نصيبه؟ هذا شنو هذا أوريك سعره 50 ألف ريال هذا طاب هو هذا خارجية طرق خارجية أشكرك حبيبي ممنون أي حاجة أنت عشبك بلف قلب يا ولد أي حاجة بلف أي حاجة بلف حاجة بلف أنا واحد جماليات بلف أي حاجة أنت عشبك بلف قلب يا ولد أي حاجة بلف أي حاجة بلف حاجة بلف أنا واحد جماليات بلف أي حاجة أنت عشبك بلف قلب يا ولد أي حاجة بلف أي حاجة بلف أصدقائي وصلنا إلى نهاية جولتنا في سوق السنك لبيع العدد اليدوية وأغراض السيارات وأعتذر عن التقصير وإن شاء الله نسعى دائما إلى تقديم كل ما ينفعكم لا تنسون الاشتراك بالقناة حبايبي وتعطون إعجاب بالفيديو وتكتبوا لي تعليق شنو الأماكن اللي حابين نصورها في أمان الله.